يسموها المسجد. وفي واقع الأمر أنهم أهدوا أنفسهم. أنا أتوقع هنا كذا مستواها بيكون ممتاز. نحتاج مسامير، وما مشكلة بنتجيبه وبنضبطه. هلا ثنتين جيبون واحدة. خلاص أقول لك هذا الموضوع أتوقع بيكون عند سامح. سامح؟ إيه نعم. أنا بضبط له. خلاص ممكن. طيب أقول لك شيء. ممكن تأذن لي وزارة الأوقاف إني أنا أتكفل بالموضوع هذا. تتكفل. خلاص. كتب الله أجرك. إذن أنا أقول حتى بنشيلها من الآن هنا. طب عندي فكرة أنا حلوة عشان نكحل عيوننا بس. الآن بتكون قدام. نفتح هذه الدريشة ونتكيها عليها. أنا ماشي دريشة. شو رأيك؟ بتصير جميل. نافذة واحدة فقط. شوف هذه. حطها. كيف ما ينفع. لا حاليا بس حاليا بس حاليا علشان بس يعني عيوني. انا اقول دامها شغاله من دون هذا بحطها قدام. انا وكلتك الامر ونشوف. خلينا نشوف نجرب بس. هي بتكون هناك ان شاء الله. شوف خلاص اجل انت خذها ورتبها مع الاخ سامي. تبعوا منه ولا بس صلحتوها عشان البرنامج؟ خلاص بيشوفوها غدا هم في صلاه الظهر. والناضج الله يجزاكم خير نبغى مناديل. لا لا مو الحين مو الحين. الله يجزاك. ورس اخذنا عندهم مويه قد ال وش اسمه والقفاري ان شاء الله تعالى راح اجيبوا السجاد. والقفاري بكره باذن الله بيجيبوا سجاده الامام من حرير. يا سلام. ما شاء الله. جواز يلبسون المصلين يدفونهم. الله يسعدك. جزاهم الله خير كرديال ما قصر والله يتبجرهم. ممكن بس تشوف لي موضوع اجيب لك ورقه شرعيه الحرير. السجود على الحرير او الصلاه على الحرير. اه صح. ممكن تشوف شرعيه الموضوع واعطني عطني الماركه بس. طيب نشوف مشروعيه الموضوع. خلي اجيب لك ماركه من برا. والله هذه حقه الامام. ايه